قال رئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي إنه تم اليوم تسريب جزء من ورقتي الأسئلة لمادتي الإحصاء والتربية الوطنية، وأكد أنه تم التوصل لناشريه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. والحقيقه النهارده كان في مادتين ما بيضافوش للمجموع، هي ماده الاحصاء والتربيه الوطنيه. والحقيقه الغريب ان لقينا اربع حالات شيروا الاسئله، جزء من الاسئله، والحمد لله ضبطناهم وجاري معاهم اتخاذ الاجراءات القانونيه. الغريب شويه ان عندنا ملاحظ من العريش هو اللي صور ورق التربيه الوطنيه وشيره، والحقيقه تم محضر له واتخاذ اجراءات قانونيه، وسيحقق معه في ديوان عام وزاره التربيه والتعليم. ان شاء الله تصحيح، احنا ماشيين بالتوازي. عايز اقول لك ان الماده اللي لما بيمتحنوها الولاد بعد يومين بتتعمل لها العينه عشوائيه، وبعد كده بتستكمل التصحيح، لان احنا بعد فضول العينه العشوائيه قد نعدل من نموذج الاجابه. وانا عايز اقول لكم لحد النهارده لم نعدل من اي نموذج اجابه، ولكن بنضيف اجابات جديده على اللي موجوده في نموذج الاجابه، وده لصالح اولادنا زي ما قلت في قبل كده، قبل حتى قبل الامتحانات.